بموجز الأخبار من قناة حلب اليوم. 5 قتلى وثمانية جرحى سقطوا جراء القصف الصاروخي على مدينة عزاز ليلة أمس. وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة تعلن إيقاف الدوام اليوم الأربعاء وغدا الخميس نتيجة القصف المتكرر على المنطقة من قبل قسد. نحو 100 جريح جراء الزلزال الذي ضرب مدينة دوزجي غربية تركيا بقوة 5.9 ريختر، ووصول عدد الهزات الارتدادية إلى 35 هزة وفق وزير الداخلية التركي سليمان سويلو. والي سكاريا يعلن تعطيل المدارس والمؤسسات التعليمية اليوم الأربعاء تحسبا لوقوع زلزال آخر في دوزجي. صحيفة الغارديان البريطانية تقول إن حقبة جديدة من الحرب السورية باتت تتشكل على أيدي 3 دول، وهي تركيا وروسيا وإسرائيل. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يعلن أن أكثر من 1 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم منذ إنشاء أنقرة المناطق الآمنة شمال وشمال غربي سوريا، نصفهم يسكنون حاليا في إدلب.